تحدثنا قبل قليل عن وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تتصاعد في السنوات الأخيرة وتستهدف المؤسسات الحكومية بكل الدول بالعديد من الدول. نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من الكويت معي العقيد المتقاعد رائد الرومي، مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا نتحدث عن حرب عالمية إلكترونية متوقعة وفق ما ترصدونه اليوم، ما الذي يجعلكم تتوقعون على الأرض هذه الحرب؟ السلام عليكم، يعطيك العافية أختي. وعليكم السلام. طبعا احنا مقبلين على حرب إلكترونية، وللأسف يعني الدول العربية غافلة عنها. اليوم الحرب الإلكترونية تصنف الساحة الرابعة للقتال من بعد الحرب الجوية والبرية والبحرية، وهذا تصنيف صنفته وزارة الدفاع البنتاغون الأمريكية. اليوم أكثر الدول المتقدمة عندها جيوش من الهاكر والمخترقين، نفس إسرائيل، إيران، الصين، أمريكا، ودول في شرق آسيا. وللأسف إحنا إذا لقينا شخص يعني مواطن هاكر أو مخترق أو يعني محترف بالاختراق، نعم، نحاربه وننظر نظرة المتهم. ما الذي يمنع وجود يعني جهود أكبر للتصدي لهذا الكم من الهاكرز الذي تحدث عنه به طبعا عديد من الدول؟ الحين احنا تعايشنا مع هذا الواقع صار شيء طبيعي، وما لمسناه من الهجمات الأخيرة هذه ترى ما هي إلا البداية. القادم راح يكون أكبر وأشمل، وتدميره راح يكون كبير. اليوم السوشيال، يعني انت تخيلي السوشيال ميديا غيرت الخريطه السياسيه في الكويت، غيرت رؤساء وشالت رؤساء وغيرت التركيبه السياسيه في المنطقه. اليوم اي دوله لا تهتم في الجانب السيبراني او الحروب الالكترونيه فهي تاكدي من الدول العالم الرابع وليس الثالث. اليوم احنا اللي تلاحظين، انا اكثر من مره افتح الجريده والقى صفقات مليونيه لطائرات وصواريخ ودبابات. واليوم الحرب الإلكترونية غير محتاجة أكثر من جهاز حاسوب آلي لا تتعدى قيمته $1,500. ممكن الهاكر هذول يعني ممكن 5 10 15 في دولة صغيرة ممكن يكون دولة اقتصادية يضربونها اقتصاديا. اليوم أنت مش محتاج صواريخ ولا دبابات، أنت محتاج تقنيين محترفين ممكن يغيرون لك الخريطة السياسية. وللأسف احنا لازلنا اليوم غير مهتمين. اليوم الغرب قاعد يسبقنا وقاعد يدرب عياله وجيله على هذا النوع من الهجمات، واحنا لازلنا متخلفين وقاعد ننظر للتكنولوجيا كانها العاب او جيم. حتى لو لم يكن صحيح، وحتى لو لم يكن التصدي على الاقل والعمل الشامل يعني على كل الصعد، ولكن على الأقل بالمراكز المهمة والحساسة جدا، نتحدث عن وزارات دفاع أيضا مستهدفة، نتحدث عن استهداف إلكتروني لتقريبا 200,000 جهة بمئات، أكثر من 100 بلد. نعم صحيح، الهجمة الأخيرة طالت الكثير من المنشآت الحيوية، منها الجهات الصحية في بريطانيا، أكثر من 1000 مستشفى في بريطانيا تم الهجوم عليه وتعطيل مصالحه، الاتصالات في اسبانيا، البنوك في الصين، ومركز او جهاز الامن القومي الصيني، والقطارات في المانيا، نيسان شركه نيسان في بريطانيا. وانا سمعت في هجمات حاليه على شركات اتصالات سعوديه، اليوم انا عرفت الخبر ان في شركات سعوديه تم الهجوم عليها. واكيد في دولنا العربيه وفي دولنا العربيه اكيد تمت هذه الهجمات، لكن دائما احنا نفس المعامله، نغطي راسنا في الارض. نعم، محتاجين المصارحه والشفافيه، لان هذه المصارحه والشفافيه تبين الخلل والضعف، وبالتالي يمكن معالجه الضعف والخلل اذا عرفنا المشكله. انا اشكرك جزيلا. من الكويت سيادة العميد المتقاعد رائد الرومي، مستشار امن المعلومات والجرائم الالكترونيه.